امرأة يأتي عليها الحيض قبل موعده بثلاثة أيام، يوم ثم ينقطع يومين، ثم يأتي في موعده المعتاد. هل ما قبل الحيض حيض؟ ينظر إلى لون الدم، ينظر إلى لون الدماء النازلة وإلى صفتها. فإن كان الدماء حيض صفة ولونا احتسبت حيضا، وإلا إذا كانت صفرة وقدرة قبل الحيض لا تحسب حيضا، والله أعلم.